اتفقت مصر وروسيا على زيادة إمدادات الطاقة وتوسيع مشاركة شركات النفط والغاز الروسية في مشاريع جديدة. وأوضح وزير الطاقة الروسي نيكولاي شلوغينوف أنه تم الاتفاق لتوسيع في إنتاج الهيدروكربونات في مصر، مضيفا أن موسكو ستكون قادرة على تقديم معايير محددة متفق عليها، وذلك بعد توقيع الشركات الروسية والمصرية على العقود. которые и в республике Крым, которые мешали, конечно, подготовке к зиме, но нужно это преодолеть и все равно выполнить все мероприятия. ЮФО идет.